السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عايش في كندا وعندي 6 أطفال وفي مشقة في الاستئجار، هل يجوز لي الاقتراض من بنك ربوي؟ لأن في بنك مسلمية. إذا كان دخلك لا يكفيك وأنت من المساكين ولا تجد سبيلا إلى القرض فستكون مضطرا، ورب العزة يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم.